سنواصل دراستنا من إنجيل متى عن معجزات يسوع المسيح. وفي هذه الحلقة اخترت منطقة جبل الزيتون لأن هذا المكان يشرف ويطل على مدينة القدس القديمة. كما ترون معي البلدة القديمة أسوار أورشليم وكنيسة القيامة. في هذه البلدة حدثت عدة معجزات، مثلا شفاء المفلوج في بركة بيت حزة، أو إقامة العازر من بين الأموات، ومعجزة المعجزات هي عندما قام المسيح من بين الأموات. عندما أنظر إلى كنيسة القيامة أتذكر هذا الحدث العظيم العجيب وهذه المعجزة الفائقة الخائرة، قيامة من بين الأموات. لكن أحبائي سوف نذهب سوية إلى بحيرة الجليل، لأن هناك المسيح عاش فترة طويلة وصنع معجزات كثيرة متعددة وخارقة. فأنا أدعوكم لكي نذهب سوية إلى بحيرة الجليل لكي نشاهد ونستمع إلى هذا التعليم عن معجزات المسيح. ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، فلمس يدها فتركتها الحمى، فقامت وخدمتهم. ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين، فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرس ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم.
من بحيرة طبرية بحيرة الجليل سنواصل دراستنا في إنجيل متى، إنجيل يسوع الملك عن معجزات المسيح. وطبعا هذا المكان مناسب لأن المسيح عاش حول هذه البحيرة حوالي 3.5 سنين، صنع معجزات خارقة وعظيمة جدا، مشى على الماء، هدأ العاصفة، أشبع الآلاف من هذه البحيرة. في الإصحاحات الأولى أحبائي رأينا شخص الملك، كيف أن سلسلة الأنساب والنبوات قد تمت في المولود الملك شخص المسيح يسوع. ثم رأينا تعليم ومبادئ الملك، طبعا عظة المسيح الشهيرة على الجبل من جبل التطويبات، علم أجمل التعليم الفريدة التي أدهشت الجماهير وغيرت عقولهم وأفكارهم وقلوبهم أيضا. والآن أحبائي نأتي إلى شطر آخر، نرى قوة الملك ومؤهلات الملك، فيريد أن يرينا البشير متى أن المسيحية ليست مجرد كلام جميل وتعاليم خارقة وجميلة، لكن أيضا ذات آيات وقوات من خلال شخص المسيح يسوع. نعم، إن المسيح أسند أقواله بأفعاله، وعندما تكلم فعل، وعندما وعد تمم. إخوتي وأخواتي، نرى مؤهلات المسيح. يتحدث هنا البشير متى عن سلسلة معجزات، حوالي 10 معجزات، وهذه المعجزات تتنوع وتختلف من مكان إلى آخر. لكن الشيء الجميل في هذه المعجزات نرى أن رحمة المسيح ومحبة المسيح للجميع، فنرى أن المسيح يشفي شخص أبرص، والبرص هو رمز للخطية، شخص منبوذ ومكروه، سنتكلم عن هذا الموضوع في وقت آخر. نرى كيف أنه شفى ابن قائد المئة، قائد المئة هو شخص أممي، يعني بعيد عن شعب الله. ثم أيضا شفى أناس كثيرون اللي فيهن أرواح نجسة وشريرة، اللي بيعتبروا مكروهين ومنبوذين من المجتمع. شفى أيضا حمات بطرس إذ أعطى قيمة للمرأة. من هذه المعجزات أحبائي نرى عدة براهين. أولا نرى برهان لسلطان المسيح الخارق. ثانيا نرى برهان للاهوت المسيح. المسيح هو ابن الله، أي كلمة الله المتجسد، وأنه برهن بلاهوت، أنه القادر على كل شيء، يستطيع أن يخلق. مثلا أشبع الآلاف من 5 أرغفة وسمكتين، حول الماء إلى خمر في قانا الجليل، وهو يستطيع أن يرد البصر ويخلق البصر أيضا. فهذا إن دل على شيء يعبر عن لاهوته. ثم أحبائي نرى أنه المسيح الرب، أي تصريحاته وإدعاءاته أثبتت أنه بالفعل المسيح المنتظر، المسيح الآتي إلى العالم. السؤال، لماذا صنع المسيح المعجزات؟ أولا يوجد سبب طبيعي طبعا، ليقابل احتياجات الناس. كما ذكرت أن الناس عندها احتياجات جسدية، روحية، نفسية، اجتماعية، مادية، فقابل كل هذه الاحتياج، فجاء ليعالج كل الإنسان، كل الكيان ككل، نفسا وروحا، جسدا وعاطفيا أيضا. فجاء ليقابل كل احتياجات الناس، وهذا إن دل على شيء بدل على محبته وعلى رحمته. فكان يصنع المعجزات ليس لإدهاش الناس، وليس لحشد الجماهير والجموع حوله، لأنه كان دائما يقول اذهب لا تخبر أحد، لكن هذه المعجزات كانت نابعة من رحمة، من محبة، لأنه يحب الناس. فكل معجزات المسيح ليس للإظهار، لكن بسبب المحبة والرحمة. السبب الثاني، معجزات المسيح كما ذكرت أسندت أقواله بأفعاله، ادعاءاته أنه المسيح. فالعهد القديم يتنبأ عن مجيء المسيح، وعندما تكلم فعل وأثبت أنه هو المسيح، التي تمت به نبوات العهد القديم، وأنه الملك القادر على كل شيء، فأثبت وبرهن أنه بالفعل المسيح. شيء آخر أحبائي، هذه المعجزات لتتميم النبوات. فالعهد القديم يتحدث عن مجيء المسيح، وأنه بمجيء المسيح ستكون أيضا معجزات كثيرة، في إشعياء إصحاح 29،
في إشعياء 35 عندما يتحدث عن فتح العيون، في إشعياء 53 يقول أخذ أسقامنا حمل أمراضنا الذي بجلدته شفيتم. فتنبأ عن مجيء المسيح الذي سيصنع المعجزات والمعجزات المخلصة. ثم هذه المعجزات أحبائي لتعلن الحق المخلص. هي بالواقع المعجزات كانت عبارة عن عظات عملية لتعليم الناس ولإدراك الناس أن يعرفوا شخص المسيح وأن يقتربوا إلى الله بواسطة المسيح. أحيانا بسبب هذا الحق المخلص هذه المعجزات كانت بمثابة دينونة للذين رأوا المعجزات بأم أعينهم ورفضوا المسيح ولم يقبلوه. وهذا خاصة في كفر نحوم إذ وضع لعنة على هذا المكان بسبب المعجزات الكثيرة، مع أنهم رأوها لكنهم لم يؤمنوا. أحبائي سأواصل حديثي من مكان آخر حول هذه البحيرة. معجزات المسيح عالجت مواقف مختلفة تبين سلطان المسيح على الطبيعة، لما أمر البحر أن يصمت والأمواج أن تهدأ والرياح أن تسكن. هو صاحب السلطان على الطبيعة وهو صاحب السلطان على الأرواح النجسة، فقد أمرها أن تخرج من المسكون فخرجت منه، وشفى البرص، فتح عيني الأعمى، أقام الميت. ما يستحيل على البشر كان سهلا على المسيح الذي كان يأمر المرض فيخرج، يأمر الشيطان فيخرج، يأمر الحياة فترجع إلى الشخص الذي مات صاحب السلطان على الأرض. وقد قال هو بفمه الكريم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدأ، جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه، يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، كشف السقيم البعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدى، جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أثر القلوب بحبه، مفلوج مقعد في فراشك، سنوات قتلت آماله، وملاك ينزل للبركة ينظره المقعد في حسرة. مفلوج مقعد في فرشه، سنوات قتلت آماله، وملاك ينزل للبركة ينظره المقعد في حسرة. لا أحد جانبه يرثي أو يلقي به في ماء البركة، واليأس
تملك في قلبه، هل ينهض مقعد من فرشه، هل ينهض مقعد من فرشه. فنظرت في حب له وعطيت سؤل قلبه، يا صاحب القلب الذي أثر القلوب بحبه، يا صاحب القلب الذي أثر القلوب بحبه، وأعاد للموت الحياة بفعل حب طاهر، كشف السقيم المقعد من حكمتك، ففتحت الثغر وعلمت، أشبعت قلوبا بغناك، وجموع جاءت تسمعك، تتعلم من حكمتك، ففتحت الثغر وعلمت، أشبعت قلوبا بغناك. ساعات عبرت والجمع آلاف احتشدت قد جاعوا والخبز قليل. سنواصل دراستنا في إنجيل متى عن معجزات المسيح من الجهة الغربية لبحيرة طبرية أو بحيرة الجليل. عندما أنظر إلى هذا المكان الجميل أتذكر معجزات المسيح العظيمة الخارقة، فكانت معجزات المسيح متعددة، معجزات خلق، معجزات قوات، معجزات شفاء الأجساد، معجزات شفاء الأرواح النجسة الشريرة، وطبعا معجزات الخير إذ أشبع الآلاف واهتم باحتياجات الناس. وهذا ليس صدفة بالنسبة ليسوع، فيسوع أحبائي هو الذي قال عن نفسه أنا هو. والإعلان الأول في الكتاب المقدس عندما قال الله أنا هو الرب شفيك، 7 مرات قال يسوع أنا هو، فإذا له القدرة أن يحقق مقاصد الله. إن المعجزات أو المعجزة هو ما يحدث مخالفا لنواميس الطبيعة، لأن الله هو الذي خلق الطبيعة يستطيع أن يتحكم، يستطيع أن يغير، ويستطيع أن يقول كن فيكون. توجد بالعهد الجديد 4 أوصاف للمعجزة. الكلمة الأولى التي يستخدمها الكتاب المقدس كلمة آية، وآية تصف المعجزة بالنسبة إلى القصد منها، برهانا على صدق رسالة المسيح وعلاقة لحقيقة لاهوته. 2 عجيبة، أي إشارة إلى تأثيرها على أذهان المشاهدين. والكلمة الثالثة قوات، هي إشارة إلى ما تفوق أو أنها تفوق قوة البشر. والكلمة الرابعة كلمة معجزات، إلى ما تعجز القوة البشرية عن إتيانه. أحبائي، معجزات المسيح لم تكن للإثارة بل لإظهار مجده، لإظهار شخصيته السرمدية، لإظهار بنوته الممتازة، ثم قدرته الفائقة، وطبعا لاهوته أو قدرة لاهوته العظيم الفائق. معجزات المسيح معجزات عظيمة جدا، لكن معجزات المسيح تختلف عن أي معجزات آخرين في الكتاب المقدس. كثير من الأنبياء الذين أجروا المعجزات صنعوا معجزات عظيمة، لكنهم صنعوها بقوة الله وباسم الله. أما يسوع يقول عن الكتاب الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا. فإذا
معجزات المسيح كانت بقوته الذاتية. كان يقول للناس ابرأ أو اشفى بسلطانه بقوته، لأنه له الجلال والسلطان. ثم معجزات المسيح كانت معجزات رحمة لا نقمة للدينونة. هذه المعجزات أحبائي لم تكن لمنفعته الشخصية، ولم تكن هذه المعجزات لجذب انتباه الجماهير وحتى تحتشد حوله، لا لم يفعل هذا، لكن لمعجزات المسيح معنى عميق جدا، هدف روحي داخلي. بهذه المعجزات أعلن أفكاره وقصده للناس، وطبعا أعلن صدق دعوته وأثبت أنه هو المسيح وأنه القادر على كل شيء. يقول الكتاب المقدس المسيح يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. فإذن رسالة المسيح لم تتغير وعمل المسيح لا يتغير. عندما أرسل التلاميذ بإرساليتهم بالإرسالية العظمى قال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا. ثم قال في بشارة مرقس اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. وإثبات أقوال المسيح أن الرسل عندما امتلأوا من الروح القدس جالوا مبشرين وصنعوا معجزات باسم المسيح يسوع. وفي هذه الأيام كثير من الناس التي تؤمن بيسوع المسيح ترى أيضا معجزات عظيمة، منها معجزات الخلاص، ومنها معجزات شفاء الأجساد، ومنها معجزات التحرر من الخطية ومن السحر والعرافة والتحرر من الشياطين والأرواح الشريرة. لربما أنت تتساءل في مكانك، هل يستطيع أن يجري الله معجزة في حياتي؟ إن الخلاص هو أعظم المعجزات. ألا تسأل المسيح أن يقبل إلى حياتك وأن تؤمن به ويمتلك قلبك ويتربع على عرش حياتك؟ عندما تطلب من الله يستجيب دعاك ويستجيب إلى صلواتك باسم المسيح. أرجوك أن تنقذ ابنتي. يا سيد ارحمه، إنها تموت، عمرها 13 سنة. من فضل تعال معي. يايروس أنا آسف. يا يسوع ابنتك قد ماتت. لا تتعب المعلم. لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. لا تبكوا، لم تمت بل إنها نائمة. يا ابنة قومي. عزيزي في الختام دعني أوجه لك هذا السؤال، هل تعاني من مشكلة الخطية في حياتك؟
هل أنت مهزوم مستعبد لعادة معينة؟ هل تعيش بجهل، بفقر، بألام، بظروف صعبة؟ إبليس جاء ليدمر أنفس الناس، جاء يسوع ليعطي حياة وليخلص أنفس الناس. يسوع حي موجود، يستطيع أن يلمسك. يقول كتاب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. لربما تحتاج شفاء جسدي، لربما تحتاج إلى تحرر من الخطية أو من السحر أو من قوة الشيطان، ولربما تحتاج إلى خلاص من الخطية لكي تحصل على الحياة الأبدية. هل تطلب يسوع مخلص؟ هل تؤمن به أنه قادر أن يحرر، أن يفعل بك معجزة في هذه اللحظة؟ إنه القادر على كل شيء. تعال إلى المسيح، اطلبه وهو سيأتي إلى حياتك، وعندما يحضر المسيح إلى حياتك سيجري معجزة أيضا. أصلي من كل قلبي إنك تتخذ هذا القرار. يمكنك أن تخبرنا، اكتب لنا، نحب أن نعرف عن اختبارك وعن حياتك. إلى اللقاء. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن معجزة شفاء الأبرص. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 Canada. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534 أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.